مساء الخير. طبعا اليوم اني اول مرة ازور جمهورية ايران، وزيارتي لها كنت راح تسأل مش عجب جيتي هنا، بالرغم انه انا اسافر هواية دول. فانا من جيت لإيران المركز ايرانا مركز هواية ناس نصحونا عليها، حتى الفنانين اللي جو هنا جوي خصيصا الى هذا المركز. فجيت هنا لان انا عندي، تعرفون كلكم انه انا مسوي عملية تجميل الخشمي، فحبيت انه اسوي مرة ثانية لان عندي شوية منها ما مضبوط. كل سعيدة انه انا هنا وراح ارجع لهم مره ثانيه، لان حددت موعد عمليه يا الخشمي، مره ثانيه راح ارجع لهم حتى يسووا لي العمليه. وعلى فكره ضيافتهم كلش حلوه، من باب الطياره سياره في اي بي لحد الفندق في اي بي. شكرا لكم، وسعيده جدا ان انا في هذا المركز.